السلام عليكم. اليوم سنتحدث في المحاضرة الخامسة عن الحركة الدينية، وفي هذه الحركة الدينية سنتناول الأزمة الدينية والروحية وأسباب هذه الأزمة، ثم الإصلاح الديني الأول وما طرأ في هذه الفترات إبان هذه الحركة. أولاً، الأزمة الدينية والروحية. منذ زمن بعيد، والدعاة ينددون بمعاملات الكنيسة وتلاعبات البابوات، هؤلاء الذين كانوا منغمسين في السياسة والاستغلال الاقتصادي منذ فترات ساحقة. لكن تحت حكم البابا ألكسندر السادس 1492-1503، هذا البابا الذي كان معروف في زمن النهضة بعدم الأخلاق وبفضائحه إلى غير ذلك، في هذه الفترة بانت فضائح هذا البابا وفقدت الثقة في الكنيسة، وتبين جليا عدم وجود رجال دين أكفاء. سنرى أن كذلك أن الكنيسة سعت إلى الهيمنة الشاملة وأصبحت تريد أن تخضع الجميع للنفوذ الديني. سنلاحظ كذلك أن هناك كان هناك عقم فكري وانغماس الأساقفة في المطارحات اللاهوتية. معناها كان هناك عجز فكري، أي معناه أن الإنسان كان عاجزا عن الإتيان بالجديد للحياة والإنتاج، معناه أن الناس كانت غارقة في الجهل. ثم سنلاحظ جهل عموم الرهبان المسيرين للكنيسة والأديرة، وتعرفون أن الأديرة هي أتية من الدير، وتعني مبنى عبادة لدى بعض البوذيين والمسيحيين، وتسمى بالفرنسية المناصرة. هذه الأديرة والكنائس كانت بطبيعة الحال لها اتصال مباشر مع الناس. سنلاحظ كذلك ظهور ترف وفساد روحي تمثل في بناء الفاتيكان سنة 1505 كنيسة القديس بطرس. الفاتيكان تعرفون أنها هي مقر القيادة الروحية المسيحية، وتقع وسط العاصمة الإيطالية بروما. هذه الكنيسة بطبيعة الحال بعمارتها كلفت أموالا طائلة، مما دفع البابا إلى بيع صكوك الغفران إلى المسيحيين في كل كنائس أوروبا الغربية. صكوك الغفران أشرحها هي وثيقة تمنح من الكنيسة الكاثوليكية قابل مبلغ مالي يدفعه الشخص للكنيسة. بطبيعة الحال تختلف قيمة هذا الصك باختلاف ذنوب الشخص، وهذا الشخص كان يريد فقط العفو عن الخطايا التي ارتكبها، ويدفع ثمن هذه الأخطاء إلى الكنيسة. كانت هذه الشكوى ضد هذه الصكوك بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الإصلاح الديني، لأن الدعاة كانوا يرفضون هذه الصكوك. ونلاحظ بأن هذه الصكوك تسببت كذلك في أزمة الكنيسة، وبدأ الناس يبحثون عن إيمان فردي بدون وسائط وكذلك طرق للخلاص. إذن هنا انطلقت حركة الاحتجاج على الكنيسة والبابا والفساد الروحي بصفة عامة. الآن سأتناول الإصلاح الديني الأول. إذن رأينا أن هذه العوامل هي التي بعض العوامل، ماشي كلها، بعض العوامل أدت إلى الدعوة إلى الإصلاح الديني. لماذا هذا الإصلاح الديني؟ هو بمثابة تمرد على سلطة الكنيسة الكاثوليكية. علاش؟ لأن كانوا يرون بأن الباباوات أو أن البابا ابتعد عن الدين وتخلى عن الدور الأخلاقي والديني، وأنكر أو تخلى عن كل ما هو روحي وديني، وانصرف إلى مسائل غضب منها الدعاة. الآن الإصلاح الديني الأول قام به جون هوس 1400 1372 1415. جون هوس هذا
رهيب تشيكي، بيان سور مصلح وداعية، تقلد عدة مناصب وأهمها عميد كلية اللاهوت ببراغ. ندد ببعض الأعمال كعبادة الصور وحياة المسيح. كان يرفض الصور وتعدد الشعائر في الكنائس. جون هوس هذا كانت له شعبية بين الناس لأنه كان يستعمل اللهجة العامية التي سهلت على الناس فهم أفكاره الجديدة. ومن مظاهره احتجاجته على الكنيسة الرسمية، وقد قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة التشيكية، وشجع قراءة كتب الدعاة وعدم إحراقها. جون هوس انفرد بكتابته لأنه كان يعتمد على ما ورد في الإنجيل، وكان يرفض ما تسير عليه الكنيسة الرسمية. استطاع جون هوس أن يواجه البابا ضد ما أسماه بتجاوزات الكنيسة التي روجت كما قلت لصكوك الغفران. لماذا؟ لأن البابا كان يتاجر فيها. كان يرى بأن هذه مسائل لا يجب الأخذ بها في الكنيسة. ثم كان ينادي بالعودة إلى تعاليم المسيح الأصلية والالتزام، خاصة والالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية. للأسف سنة 1415 استطاعت الكنيسة أن تتخلص من جون هوس عن طريق حرقه حيا بتهمة الزندقة ضد الكنيسة الكاثوليكية، وأن ما يفعله كان خروجا عن الدين، وأحرق حيا كما قلت. من مؤلفاته والتي تعد من أشهر أعماله كتاب عن الكنيسة، دعا فيه الناس إلى اتباع نهج كنيسة الروح التي يمثلها المسيح. إذن هذا فيما يخص إصلاح جون هوس. إذن كما قلت كان يتمرد على سلطة الكنيسة الكاثوليكية، وأتى بأفكار جديدة واحتج على الكنيسة الرسمية. أقف عند الإصلاح اللوتري، والذي ترأسه أو الذي تزعمه مارتن لوتر 1483-1546. مارتن لوتر راهب ألماني مثقف، له تكوين متعدد، له معرفة في الفلسفة وفي علم اللاهوت، كذلك له معرفة في القانون واللغات الكلاسيكية. إذن إلى جانب أنه كان مصلح، أنه كان كذلك مفكر. شغل منصب أستاذ بجامعة فيتنبورغ، وأسس المذهب البروتستانتي، وعارض أفكار الكنيسة الكاثوليكية. معناه كان يرفض سيطرة آراء الكنيسة على الدين أو على الديانات، رفض الفساد بين رجال الدين، حارب فكرة صكوك الغفران، وكان يرى بأن المغفرة الإلهية يمكن أن تمنح للمسيحيين بدون صكوك الغفران. واجه الكنيسة معتمدا على الأمراء والطبقة البرجوازية، ومارتن لوتر هذا ساعدته المطبعة في نشر أفكاره التي كانت تدعو إلى تجديد الدين على مستوى الرؤية والممارسة، وأراد أن يحرر الأوروبيين من الموروثات القديمة إلى غير ذلك. تعد فرضانية الإيمان القضية الرئيسية التي تفسر كل مكونات المذهب اللوتري. ألف لوتر كتاب حرية المسيحي، وصرح في هذا الكتاب أن الإنسان يجب أن يكون حرا في تصوره للدين، واعتبر أن المسيح لهم الحق كما قلت في العفو الإلهي دون شراء صكوك الغفران. مسألة مهمة كذلك، ألح على بناء معابد بسيطة زهيدة بدون زخرفة وبدون صور وبدون تماثيل، ثم دعا إلى إقامة القداس باللغة الألمانية. زاد مارتن أو لوتر مارتن صفات ألمانية على تقاليد أوروبية قديمة للغناء الديني، وحاول أن يغير النشيد الديني الذي أصبح يعرف بالكورال اللوتري، ثم أباح زواج الرهبان إلى غير ذلك. إذن لوتر حارب الكنيسة
وأسس ثاني أكبر مذهب مسيحي وهو المذهب البروتستانتي المسيحي. إذن تناولت في هذه المحاضرة الإصلاح الديني، عفواً الأزمة التي عاشتها الكنيسة، وأعطيت بعض المظاهر. ثم تناولت الإصلاح الديني الذي زعمه جون هوس المصلح الداعي والراهب التشيكي، ثم أعطيت بعض أفكاره، ثم تناولت كذلك الإصلاح اللوتري الذي تزعمه مارتن لوتر الراهب الألماني كذلك المثقف المتحرر، وكيف كان يرفض أفكار الكنيسة الكاثوليكية والذي حارب الكنيسة وأسس كما قلت ثاني أكبر مذهب مسيحي هو المذهب البروتستاني المسيحي. إذن أتوقف إلى هنا في هذه المحاضرة.